برنامج هذا الصباح مشاهدينا تحدثنا منذ قليل عن اليوم العالمي للتدخين لمكافحة التدخين المصادف للواحد والثلاثين من مايو من كل سنة. هي مناسبة للتأكيد دائما على ضرورة الابتعاد عن كل الآفات التي تضر بصحة الإنسان وأيضا بصحة المجتمعات. الآن من المنظور الجمعوي مكافحة آفة التدخين وأيضا التعامل مع آفة المخدرات عندما تنخر الأسرة. التدخين إذن المخدرات كلها آفات تهدد استقرار المجتمع وتنخر أهم خلية فيه هي الأسرة. في بيت مستهلك متعاطي للمخدرات ماذا أفعل؟ إشكالية نطرحها للنقاش بهدف إيجاد الحلول والبدائل والإجابة على الكثير من التساؤلات في الأسرة في حال اكتشاف تعاطي أحد أفرادها لهذه السموم. يحضر معي في البلاتو السيد خالد بن تركي رئيس جمعية مستقبل الشباب. أهلا وسهلا بك سيد بن تركي. شكرا. صباح الخير. صباح الخير لكل مشاهدي قناة الثالثة الإخبارية، وشكرا مرة على الدعوة وتحية لكل مشاهدي القناة اللي راهم يتبعوا بنا الآن. شكرا لك على تلبية دعوة البرنامج. إذن اليوم هو اليوم العالمي لمكافحة التدخين، كيف هو النشاط الجمعوي لمرافقة كل الحملات التوعوية والتحسيسية من أجل القضاء على هذه الآفات الخطيرة في المجتمع؟ نعم، التدخين هو يدخل كما تفضلتي في إطار الآفات الاجتماعية اللي راهي تنخر شبابنا بصفة خاصة وكل فئات المجتمع بصفة عامة. التدخين هو ماهوش حاجة جديدة علينا، انه الشباب تاعنا لما هو خاصة في سن المراهقة اللي يبدا يتعاطى هذه المادة الخبيثة ان صح التعبير. هي من جانب الديني نجم نقولوا محرمة انها تضر صحة الانسان، وكذلك حتى من الجانب الصحي لما نطرقوا الجانب الصحي هي تهتك يعني صحة الإنسان. ومؤخرا للناس اللي توفوا بكوفيد 19 أنهم الأكبر نسبة على حساب المعلومات اللي عندي أنهم الناس اللي يتعاطوا المخدرات، لأن هذه الكوفيد كان يضر أو يقيس الجهاز التنفسي. وربي سبحانه لما قلنا ما التدخين يعني من نجم نقولوا من الخبائث اللي تضر تهتك الانسان. احنا ننصحوا به بالمناسبه اليوم العالمي. احنا ما نبقاو نحتفلوا او بهذه المناسبات، خاصه اليوم العالمي للتدخين او حتى اليوم العالمي لمكافحه المخدرات اللي راح جاي ان شاء الله على 26 جوان، انه ما احنا لما نديروا تقييم احنا كمجتمع مدني او كجمعيات اللي مختصه في هذا المجال، دائما لما تجي مناسبه هو نديروا التقييم العام انه الافات الاجتماعيه شحال قصنا من الناس، شحال حسسنا من الناس، شحال امتنع من الناس، النسبه اسكو راهي تزيد ولا راهي تتناقص. يعني وفيه شيء ايجابي اللي نقولوه، كاين حتى في المقاهي او في المرافق العموميه نزرع الثقافه انه الناس ولاو يديروا ساحات مختصه او اماكن مختصه للمتدخنين. على سبيل الذكر انه فيه مقاهي فيها جهه مختصه للمدخنين وجهه مختصه هذا اذا كان ما تحترمنيش راك تضرني، باسكو التدخين هو راح يضر اللي يكون قدامك اكثر من اللي يكون نفسك بعد. والشيء هذا التدخين نتاسف عليه، يعني هو دخيل على بعض الفئه ان لو سمحتي اللي هي الفئه النسويه اللي تتعاطى يعني تدخن يعني. وهذا المراه اذا كان ما كانش تتمتع بصحه جيده ما راحش تكون عندنا، ما يكونوش عندنا اولاد صحاح. يعني نتحدث عن المرأة نقول المراهقة، نقول الشابة، وأيضا الأم المستقبلية. الأم المستقبلية لما احنا شيء الأم شيء مقدس، احنا ما هذا الشيء معروف وقدسها ربي سبحانه في القرآن الكريم، انه حتى هذه انا ندائي
الشباب المراهق شباب يعني رجال إن صح التعبير، ولكن وجه ندائي للفئة النسوية. نعم، النداء للجميع طبعا سيد بن تركي، في بيتي مستهلك للمخدرات، كيف نعم. هي المرافقة للقضاء على هذه الآفة من عمق المجتمع في الخلية الأساسية الأسرة؟ نعم، سؤال وجيه. احنا جمعيتنا راهي هي عندها في التأسيس حوالي 20 سنة، دخلت في باب التحسيس والتوعية بمخاطر آفة المخدرات بمرافقة مديرية الشبيبة والرياضة والترفيه لولاية الجزائر، اللي دائما ترافقنا اللي هو تعتبر كشريك. احنا عندنا برامج كل سنة نقوم بقافلات تحسيسية في الميدان أو حتى في المؤسسات التربوية، منها حتى التكوين المهني. المرافقة لما يكون عندك مدمن ما ناخذوش كحالة يعني سلبية ونعزلوه، مواجهة الظاهرة. نعم، هي الشيء اللي صعب، هو الصعب هو انك تكتشفي وليدك ولا بنتك ولا وليد خوك ولا منهم او الجار او اي، نعم، او جار، ولا هو الشيء الصعب انك تكتشفي. لما تكتشفي راح تسهل لك المهمه. لما الشيء لما يكون عندك انت ما تعرفيش تعالجيه، ولكن لما يكون عند ناس اخرين يعرفوا يعطوك. مثلا الناس اللي يكون مدمن حاله، عندهم حاله، يجوا لعندنا يتصلوا بالجمعيه. انا اتحدث عن اهميه الجمعيات، اهميه هذا الدور. نعم. الجمعوي في مرافقه هذه الاسر، حتى في تسهيل التواصل مع مراكز الاقلاع عن الادمان في مختلف الخطوات بعد الاكتشاف ضروره التكفل والرعايه الطبيه بهذه الحاله. نعم. احنا البرنامج تاع الجمعيه تاعنا، احنا عندنا باختصار شديد، نعم اكيد، عندنا التحسيس، عندنا التوعية، نعم، عندنا المرافقة، عندنا التوجيه، والهدف المنشور اللي نحبين نوصلوا فيه هو إدماج هذه الفئة لتعاطى المخدرات في المجتمع، لتصبح عنصر فعال وليس أنه يكون عبء على المجتمع. ما هي الرسالة للشباب وأيضا للأسرة؟ الرسالة أنه لا، ما لازمش، خاصة الأولياء لازم يكونوا قراب لأولادهم، ما نعزلوهمش، ما نخلوهمش يتصرفوا بتصرفات انفرادية، وخاصة التواصل الاجتماعي. حتى الإدمان راه ولا حتى الإدمان عن طريق تطور. يعني احنا ماذا بينا نوجه نداء، الأول هو الأولياء، خاطش كاين لو سمحتي الوقت ضيق، فيه باختصار شديد، كاين فئات، كاين الشاب لما يكون عنده الأب والأم تاعو واجدين معاه ينجموا يرافقوه، ولكن الشاب اللي ما تكونش عنده الام تكون مطلقه او كذا، فيه كل حاله، كل الحالات عندها خصوصياتها وعندها كيفاش تتابعها، ولكن هذا الشيء، نعم، ولكن هذا الشيء لازم نجزئوه ونقسموه باش نعرفوا كل حاله كيفاش نعالجوها. الام لما يكون عندها ولد واحد تكون مطلقه راح تيه وما تلقاش كيفاش كل وهنا تبرز اهميه. احنا عندنا اتفاقيات مع مركز المعالجه تاع الشراقه، عندنا اتفاقيات، عندنا خبره كبيره في المجال. احنا بهذه المناسبه وراح ان شاء الله كما يقولوا نكونوا يد العون، وراح نقدموا الا الشيء. نعم، وهذا ما يحتاج عليه الشاب والاسره ايضا. اكتفي معك بهذا القدر، اشكرك جزيلا على الحضور سيد خالد بن تركي، رئيس جمعيه مستقبل الشباب، شكرا جزيلا لكم. شكرا على الدعوه مره اخرى.